اكشن قضايا الاسره العراقيه اللي هي التنمر اللي هي الحشيشه والكريستال والتجار مالتها وشون تتم وشون تكون وشون اكو ناس مسيطره على هذه الاشياء. فهذه اللي هي شلون اقدر اقول لك اللي هي بدت تنخر المجتمع. وبنفس الوقت هناك سطوه للقانون انه القانون اللي يريد يفرض انه يفرض يعالج هذه المواقف، اضافه الى انه عندك احنا بالعمل متناولين اللي هو خيط الشر وخط الخير. طرقنا الموضوع الفساد الادويه، فساد انه بعض الناس المحسوبين اللي هم يسرقون الادويه ويبيعوها بسوق سوداء، وبعض الادويه اللي هي الممنوع ان تباع بالصيدليات لازم تباع بس بالاماكن الحكوميه، هذه ايضا اتطرقنا لها. اتطرقنا الى موضوع اللي هو الشعوذه والدجل وكيف يستغلون الناس اللي هم ضعاف، يعني الناس الضعاف الانفس، ها، ويخلوهم يؤمنون بهاي الاشياء هذه. هذه الامور كلها اتطرقنا لها. تعرف انت اليوم هو العمل يناقش الطبقه البسيطه. لا بمواضيع خطره جدا. ننبه العالم، ننبه العوائل، ننبه الناس. وهذا الثراء السريع يعني يضطر الانسان مثلا على سبيل المثال تجاره المخدرات تدري ثراء سريع، ولكن العواقب شنو؟ عواقبها النهايه. فاحنا العمل موجهين بالنظر على طلاب الفنون، هي مسابقه بيناتهم، ونشوف طموح الشباب اللي مدى تلقى فرصة. أكو هواي شباب دا تسعى بس مدى تلقى الفرصة الصحيحة إلها، فإحنا موفرين الفرصة بالعمل حتى نعطي حافز معنوي للشباب إنه ماكو شيء بدون أمل وكل شيء بأمل، وموجهينها من الأضواء على المشاكل والعلاقات العاطفية اللي تصير بين الشباب. تعرف يعني الطلاب أغلبهم يكون ما متمكن مادياً أو عنده ظروف، ممكن يحب لبنية غنية، ممكن يحب لبنية من غير ديانته، يعني موجهين هواي الأضواء على هاي الشغلات. العمل متوجه لفئة مستهدفة يتخص الشباب، شباب الجامعات، طلاب الكلية. كل نظرات المجتمع مع الأسف سابقا كانت لأنه طلاب كلية فنون جميلة يعني طلاب مو صحيحين، مخربطين أو كذا. إحنا نطلع بهذا المسلسل بأنه طلاب كلية فنون جميلة شنو حياتهم،
شنو تفاصيلهم، شنو دراستهم، شنو قاعاتهم، شنو حواراتهم، شلون يصنعون مسرحية، شلون يصنعون فيلم سينمائي، شلون يصنعون لوحة تشكيلية. هذه التفاصيل الدقيقة ما متناولها سابقا عمل درامي عراقي.